إخواني الأفاضل، انتشرت ظاهرة بين النساء خصوصا لا تليق بهن، وهي تصوير حياتهن اليومية ونشرها أمام الناس في برامج التواصل الاجتماعي كسناب شات مثلا والإنستغرام. وصل الأمر إلى تصوير ما لا يجوز إخراجه من أجزاء الجسم، فتشرب الشاي أو القهوة وقد صورت شفتيها أو خدها أو جزءا من وجهها وأظهرت يدها، أو تصور نفسها وهي في أحد المقاهي وقد أخرجت معصمها وشيئا من شعرها. فأنا أسأل هذه الفتاة، ما الفائدة التي ستحصلينها من هذا العمل؟ أليس هذا العمل يتنافى مع عفة المرأة والأمر بالحجاب والستر؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى مخاطبا المرأة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ ألم يقل لك ربك سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما؟ وفي هذا الفعل الذي تفعلينه أختي المسلمة مخالفة ظاهرة لأمر ربك لك بالحجاب، وربما وقعت في التبرج المتوعد على فعله بأشد العقاب. ولا يقال أن هذه الصورة لا يراها إلا النساء من الصديقات المضافات في المجموعة. الجواب: أولا، من يضمن أن هذه الصديقة لا تطلع إخوانها أو زوجها على الصورة؟ ثانيا، أليست هذه الأجهزة والبرامج معرضة للقرصنة والتهكير؟ ثالثا، ألا تبقى هذه المقاطع في سيرفرات وخوادم موقع الشركة يمكن أن يستعملونها في المستقبل؟ فأنصح بناتي وأخواتي بأن يتقين الله في أنفسهن، ولا يكن إمعة يقلدن من يخالف شرع الله بحجة الموضة والتطور. والزمن العفة، وابتعدن عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، تفزن بإذن الله تعالى برضا الله عز وجل. وفقني الله وإياكم لكل خير.